السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا شباب، أهلا مرحبا بكم في حلقة سميتها تأملات في تشابتر 3، الهيت كوندكشن، الهيت جنريشن في داخل بلين وول. هذه يصلح لها إذا عندنا سوفت وير للشباب اللي ينشطون للاشتغال على سوفت ويرز، لكن لأني كتبت التأملات هذه قبل تقريبا الله أعلم 8 سنوات وكذا، وما حصلنا الوقت ولا حتى الطلبة اللي يساعدونا، فحبيت اني فقط اني اوثقها من ورق مكتوب الى هيت ترانسفير بناء على فهمي انا للمسائل، وان شاء الله اتمنى انه اذا احد اشتغلها على السوفت ويرز انها تطلع مصيبة هذه التأملات او الريفلكشنز. طبعا بأبدأ انا يا عزيزي المهندس من حالة مشهورة اللي هو عندك heat generation داخل الجدار و T1 هنا وعندك T2 هنا والثنتين مختلفات، ونقول ان T2 اعلى من T1، فالتمبريتشر ديستريبيوشن تقريبا بيكون بهذه الطريقة، وعندك ماكسيمم هنا. ايش اللي انا ابغى اتأمل؟ ابغى اقول لك انه الهيت جنريشن اللي تتولد هنا حتروح يمينا وفين ويسار، وتوقع انه الجزء اللي على اليمين بيكون اكثر من الجزء اللي على اليسار، لان الجريدينت هنا اعلى من الجريدينت هنا. اوكي طيب، الان خلينا انا وياك نتامل تدريجيا ايش اللي ممكن يحصل. افترض انك تي انفينيتي هنا زودت الحراره تكه بسيطه، بديت تزود درجه الحراره، تسخن معايا، اللي بيحصل انه التمبريتشر ديستريبيوشن هنا will readjust، تبدا تظبط نفسها بناء على زياده. طبعا لما تزيد درجه الحراره السلوب هنا يتغير ويقل، ويصير معظم الهيت تروح من فين؟ من الجهه اللي على اليمين. يعني توقعي مثلا اوكي، بعدين زود درجة الحرارة، زود كمان، لاحظ انه ها، بعدين نقص، بعدين نقص، بعدين وصل الى مرحلة دي تي هنا دي اكس از ايكوال تو زيرو، يعني all the heat generated داخل الجدار هنا حتروح وين؟ حتروح على اليمين. طيب واصل في الزيادة، واصل في الزيادة، إذا وصلت في زيادة الحرارة هنا T2 infinity، إيش شوف اللي حيحصل الآن؟ أوكي طيب، واحد ممكن يسأل إيش سبب الانحناء هذه؟ بقول لك المفروض أنه لينير، المفروض أنه لينير، لكن عشان وجود شوية هيت جنريشن جوا يصبح ايش في الانحناء هذه. طبعا انا شاك في الرسمه دي، لانك انت لا اصبح سخنا الهيت الان، اصبح التمبرتشر هنا اصبحت عاليه جدا. افرض انها كانت اول مثلا تي في البدايه كانت مثلا 100 واصبحت الان مثلا برا مثلا 400 او 500، فانا اتوقع ان الوضع بيكون كذا، انحناء بسيطه وبعدين ايش، ايوه كذا، بعدين يا دوب شيء ما ينشاف. اوكي وخلينا نواصل الان، ممكن ايضا خلاص يصل الى فاينل ستيدي ستيت معايا. طبعا هذه كلها ستيدي، طبعا مع كل تسخين، مع كل تسخينه لما انا اغير الكونديشن في ترانزيانت لحد ما يوصل هنا ونوقف، بعدين نزود شوية بسيطة في ترانزيت من هنا لهنا ونوقف، هذه تعتبر ستيدي ستيت، بعدين نغير. المهم اللي يحصل الآن انه شوف يا حبيبي، شوف الهيت ريت الآن اشبهها بالطريقة هذه، وجاء دخل معاه ايش شوية، هذا هو، يعني من هنا مثلا 10,000 واط ودخل من هنا 1 واط، خلاص اصبح ولا شيء
وخرج على شكل 10,000 واط، 10,001 واط معايا. فهذه حبيت اني جيد انه لو حد سواها كبارامتريك، يسمونها بارامتريك ستادي، بارامتريك ستادي، هذا يعني يزود من عمق فهمك. والسلام عليكم ورحمة الله.